But never mind. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم على الويك فور تشالنجز. نبتدي الاول بالفري باس. اول واحدة بيتكلم ان احنا هنستخدم الطيارة اللي هي الاكس فور في خمس جيمات مختلفين. يعني نلعب خمس جيمات، نركب في الخمس جيمات طيارة، هتخلص اول تشالنج. تاني تشالنج هنستخدم الفاير ووركس، الصواريخ، هعرفكم مكانها برضو فين في الفيديو. ثلاث صواريخ، مش مهم في ثلاث جيام في جيم، مش فرقة، ممكن تخلصهم في جيم واحد. ثالث تشالنج هتموت ثلاثة في ال اكسديبشن اوت بوست، الاوضة الحمراء اللي لسه ظاهرة في سيزون 7. وده بالنسبة للفري باس. نبتدي بالفري باس الاول. خش جراوند جيم مثلا. نبتدي بمكان الفاير ووركس. اول مكان هيبقى هنا، تاني مكان هيبقى هنا، تالت مكان عند وايلدينج هنا. نبتدي بهنا. طبعا احنا في اول المطاف وناس كتير هتبقى نازلة هنا. دي اول فاير ووركس زي ما قلت لكم، مكانها اهو، مكان وانا واقف. العب. هننزل هنا تاني مكان، يلا بينا نزن الحبل للستورم. كنا المفروض اخدنا بتاعت وايلدينج وي الاول، بس يلا. وداخلين في الستورم. هنفرع الصواريخ، يعني هنفرع الصواريخ. ولا بياكل معانا. ادي تاني صاروخ اهو، وده مكانه على الماب. اوبا، العب. نطلع بقى على تالت مكان اللي مش هنلحقه، اللي هو هنا، عشان خاطر الستور. ده تالت مكان للفاير ووركس. وانا عدي في الستورم زي المرة اللي فاتت. ناحية البيت ده، ادي تالت فاير ووركس. ده مكان تالت فاير ووركس. اوبا، فرقة يا معلم.